حاسه روحي مانيش حاضره ماما. مي نو سي با فري. انا جو سوي سيغتان بنتي باش تولي احسن فيونسيليست في الدنيا. في الدنيا جبنه واحده مش برشا. ايوا علاش ليه؟ انت تبارك الله عليك مغرومه ارتيست من عند ربي. اون بليس خدمت وتعبت باش تعلمت. مش هكا مالك؟ اوه شنو؟ شاشة ربحوا معي. مانيفيك برافو عزيزتي. في بالك اللي تحسنت برشا؟ بالحق ماما ولا جوست خاطرني بنتك؟ بيان سور بالحق. جو سوي سور الليله العباد في الصاله باش تهبل عليك. بابا باش يجيني للحفله ولا كالعاده غطس في الخدمه؟ بيان سور جاي بابا عزيزتي مادام وعدك معناها جاي. هلي اي تعاود لي من الاول. شنو؟ ما صار شيء؟ صار شيء؟ روح مدمدم الكلك وتقولي ما صار شيء؟ طول عمرك 20 سنة؟ شو صفا؟
سي بون ريم، سوء تفاهم مع واحدك وقلت ولد ضربوني. محامي راك مالك بن جعفر يا مندراك، انت اكثر واحد مفروض تعرف لي الامور هذه تتحل في المحاكم بالقانون مش بضرب الخنيفري الشرب. نحي عليها السورة يا خي، نمشي نسخن لك شوية ما يعمل بانو غير ما تجي تشوفك بنتك في الحالة هذه. ادخل معي. ايش؟ النمسا تشيكوسلوفاكيا بولونيا تدخل لفرنسا اش بزاف تجيو لوني. وي وي لا لا وي الي الي اي توا موليا التليفون برتاي كل تاع نعاود كلام. لا 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 سي اورجون كوا اورجينتي باي. الو وي شنو هو بيبي؟ هاني جاي هاني جاي. كيفاش صارت الحكاية؟ مانيش عارفة، مروحة كالعادة من القراية في وقتها دخلت لي حوايجها مقطعة بالحمام أسرق وشعرها مريش وحالة عليلة. قالت لك شكون عمل فيها العملة؟ ما قالت شيء. شكون هذوما؟ عباد تعرفهم؟ الحومة؟ شكون؟ طفلة مصدومة حتى الكلام ما تنجمش تتكلم. بنتي مصفوعة. احكي معاك بنتي تمست؟ استنى شوي خليها تزيد ترتاح شوي. سمعنا من زملاء من بوستاخر اللي سي مالك بن جعفر اليوم قدم شكاية لبنته تعرضت للاغتصاب. قدم شكاية بحد معين؟ لا، عطاك الأوصاف نتاعو. مالك بن جعفر من النوع اللي كان المجرم اللي استفعله في بنته يدفع له أتعابه يستعد يدافع عليه ويخرجه براءة بالدرجة هذه؟ أكثر من هكا.
كوراج. دقيقتين بيتعديو. ما عندكش علاش تخاف، انت ما عملت شيء. تو باش يجيبوه. تخزر له. كان عقلته تحت براسك هكا. تفهمنا؟ ما تدخلش بعدك خاطر البلار هذاك ما يوريش. نجمش يشوفنا. هاي كواج عش بنتي. خليه يدخل. صباح الخير عزيزتي. ماما تجربت بحضة يا ليلى؟ هاي بتبيع. هاني بحضة بنيتي. مرحبا. سي مالك، نعرف اللي انت راجل مهم ومشاغلك برشا وصعيب ياسر باش واحد يتحصل عليك. والنوم مالتو كوبات. اما زاد نعرف نفرق ما بين واحد مشغول وواحد هارب. ما كنتش هارب. مال علاش ما تجاوبش على التليفون؟ صعيبك انت؟ ما قالتلكش المرأة اللي تخدم عندك سي جلانزا خلالك وصايا؟ ممكن هي نسيت ذك. علاش أنا جيت باش نذكرك اللي فما مفاهمة من بيناتنا. لازمك تحترم. أنا طلبت منك باش تقتل مش في المحكمة. في بالك بالفوفة على حريتة في البلاد باللي عملته؟ ماهيش مهمتي المحافظة على السلم الاجتماعي، هذيك مهمة الكبارات متاع البلاد ورجال القانون كيفك سي مالك. انت تخلصني انا نقتل، لا قتلي لا وين لا كيفاش. باهي سي بون، اش تحب؟ كملي فلوسي 50 باكو. فهمنا على 20. 20 بيناليتي دو روتار و10 بريم دو ريسك. باهي. أعطيني شهر، شهر ونرجع لك بالفلوس الكل. الأمور ما مشيتش كيما نحب. 48 ساعة. ولا كانش الضحية الجاية يا مرتك يا مرتو.
قلتليش شنو حوال بنتك؟ خير شوية؟ صحة نسيت هربتك هذه محلها قد توتيك؟ شو عمر بابا؟ كلمته وخليته ماشي البوست باش يخبر البوليسية. تخافش بابا ما يخليكش حقك تاخذه. وينه؟ تو يجي هاي يجي ناكلو حاجة خاطر كلمت الطبيب باش يجي يعدي عليك العشاء. ما نحبش طبيب. تحب طبيبة؟ ما نحب حتى حد اللي فيها مكفيني. باهي هاي هاي ناكلو حاجة من بعد توا ربي يعمل دليلة تنشوفو. هاي جا فات هاي قولي عايش بنتي ميمي. قلت لك قول عايش بنتي. معينيش اش عملت؟ مشيت المركز وقلت له هاي من بعد. شنو من بعد؟ بعد اللي بنتك قلت له من الراجل هذاك مش هو سيبه؟ خافت. ما عندش حق تخاف. ما نجمش تعملي التليفون تقولهولي الكلام هذايا تخليني نهار كامل متحيرة. ليه ماما شديت معاك اليوم واحد. أهم من عائلتك؟ أهم من مرتك؟ أهم من بنتك؟ أهم من شرفها؟ أهم من صحتها؟ خيمك باش تفيق على روحك؟ ماكش شايف حالتها من نهار اللي صارت عليها الغلبة هذية وهي التالي ليس القدام؟ ماكش ترى في وجهها؟ ماكش ترى في حالتها؟ يا أخي شنو لازمك باش تحس أنتِ؟ سافا؟ سافا؟ كيفاش تحس في روحك؟ نعرف اللي صار لك صعيب برشا وحتى حد ما نجم يحس بيه. لازمك تكون قوية وتتعدى. كي نقول تتعدى مش معناتها تنسى. فما حاجات يصيروا لنا في الدنيا ما نجموش هنا ميرافيليا مدام. تعرف ابن مقرونه تاكلها في سيسيليا بني ترافيلاتا البرونزو فيها شويه بوتارك كي بني نايس. اما بصراحه مقرونتك طيحت عليهم بونيسي. ميرسي يعيشك سي بلانزا. صح وين تعيش في ايطاليا؟ في روم ميلان فلورنس؟ نعيش في روما لندرا وموسكو ندور. أما غريبة مالك نعرف صحابه الكل عمره ما حكى لي عليك. أمل ما عطيتش الفرصة. كان عايش برا لي برشا. فهمتي بوتا مش فيش بعض. هو سي فري ما نتقابلوش ديما ما كي نتقابلو كأننا ما تفارقناش. قول مالك. ومالا روحت عندك خدمة ولا جوست فاكونس؟ تعرف مدام في ليزافير فما أمور لازم تقف عليهم بيدك سيرتو كي الأمور تطول شوية وما يخلصونيش العباد. وأنا يا مدام ما نحبش يكون ياكل لي حقي. مالا دونس كالا لازم كابوكا ظهر لي ما تلقاش خير من صاحبك. مالك؟ سي بلانزا لازم المحامي. وي وي افيك بليزير. Non, on passe au dessert ?
لا لا يضلي باش نمشيو انا وبلا نزال احكي شوي برا. اه نو 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 لا 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 ديسير افيك غران بليزير تو سويت بانا كوتا. انت برافو في المسرح تعزف مليح بلاستك في سكالا دي ميلانو. مايا امشي بيتك. كلب الفامية ريم. ريم ريم قوم ريم قوم ريم. صباح خير. صباح خير. ماشيين هايين ولدات الفيرما. فيرما؟ ولويش؟ ريم ما عادش بكري. برك عين بنتك. هي مانيش قايمة. مش متحركة من هنا ما تقوليش فما. نعرف البريود اللي فاتت صاروا برشا حاجات خليك تشك فيا. أما فيما كونفيونس نمشي مخبيوش ولا نهارين ولا ثلاثة حتى نحل المشكلة عندي في الخدمة. هي وانا وبنتك شمتخلنا في مشاكلك متاع الخدمة. هيا ثلاثة في خطر. شنو هو؟ شعملت مالك من عاملة؟ ولي تلعب بحياتك وبحيات عائلتك توا؟ مانيش نلعب. مالا فاش تعمل؟ اسمعني ديك الحكاية دي تتعدى نحكي لك كل شيء. فهمنا؟ كملي كيف اللي جيت هاتو نمشي نقيم مايا. مش باش تقولها المايا باش تقولها بابا عمل اللي عمله لازمنا نهربو ولا باش تقولها بابا عرض حياتك وحياته للخطر. تعرفش تقولها قولها بوك ملي خسر قضية ولا هما زوز دخلوا خرج في الحلة. قوم لهم الفيليشات. فوني تهنى عليكم. مصر باردة الدار قدي باش نقعدوا لهنا؟ هارين ثلاثة حتى هيدا شو؟ يا مانا ما فهمتش عليه جينا لهنا. تو يجي نهار ونحكي لك كل شيء. في بالي قلت لي عندك برشا ما جيتش هوني. جيت مرة ونسيت ما قلتلكش. تشرب في زوز كيسين؟ شربت في واحد ودخلت باش نغسلو خديت واحد اخر. راني جاي نخرج انا دقيقه. شو حطيت الخارجه؟ بدك كرسان باش نمشي نجيب شويه حتى بالشيميناي. بس تحب الطلاق؟ الو وين؟ بياني جيك. هيا نحلي المنوط نحبش بنتي تشوفني هاك.
استحشتك. أنا زيد. وين يومك؟ قاعدة في الكهرباء. ما عجبتش تشوفك في الحالة هذي. سامحني مايا. سامحني. سامحتك.